مساء الورد، اهلا وسهلا فيكم متابعين تنزيلات تركيا. كل عام وانتم بالف الف خير، انتم وعيلتكم واحبابكم. ربي يسعدكم جميعا. اليوم رح نقدم عروض ماركت البيم، رح تبدا بكره يوم الثلاثاء 18 يونيو 18 حزيران. اصدقائي، رح يكون في عنا اجبان البان بقوليات بالخمسة كيلو، يعني اقتصاديه. تابعوا معي للنهاية. قبل ما نبدأ حبايب قلبي، فضلا وليس أمرا، لايك للفيديو، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، نبدأ بالعرض الأول. جبنة أشقوان كشار بينار، هي أشقوان كاملة الدسم 1 كيلو ب 219 ليرة. جبنة بيضة كاملة الدسم 600 جرام ب 79.5. زبدة من ماركة سنا بتجي بقلب حافظة، فيها 4 قوالب، القالب 250 جرام، المجموعة ب 94 ليرة و 75 قرش. رز ممتاز جدا ماركة افساني، رز عثماني 5 كيلو ب 219 ليرة. اذا بدكم تلحقوا هيك عروض بدكم تفيقوا من بكير، البيم بيفتح الساعة 9، بدكم تكونوا عباب البيم من الساعة 9 الا ربع تقريبا 8:30، رح تلاقوا دور كبير. الاتراك لما بيكون في هيك عروض اقتصادية بيوقفوا على الدور بفيقوا من بكير. عسل 850 جرام ب 149 ليرة و 75 قرش. زيتون اخضر محشي 1 كيلو ب 135 ليرة. المطربان زجاجي. جبنة مصفى نصف دسم 500 جرام 69 ليرة. جبنة قريش كريمية قابلة للدهن 400 جرام ب 47 ليرة ونص. زبادي نصف دسم 5 كيلو ب 149 ليرة. زيتون أسود 1 كيلو ب 129. مربيات فريز أو كراز 1 كيلو ب 55 ليرة. من ماركة أوتاد جبنة توست بينار نصف دسم كيلو ونص ب 249 ليرة. برغل كيليان ونص ب 49 ليرة. عنا هذا المنتج أصدقائي بسموه بالتركي سوت ريتشال، هو حليب المربى بيسموه، أو مربى الحليب. طعمته كتير لذيذة، بيشبه طعمة الكراميل، بيختلف شوي عن الحليب المكثف المحلى، بيختلف كتير، بس طعمته كتير لذيذة. 270 جرام 39 ليرة و 75 قرش. جبنة كريمية من ماركة باتشيفان 300 جرام 39.5. من باشيفان لبنة ما فيها ملوحة 450 جرام 59.5. درة 1 كيلو ب 79 ليرة بتلاقوه بالبريادات. رقائق القمح بالشوكولا من ماركة نسكويك كيسين بسعر 99 ليرة ونص، ماركة داعمة. أنواع معكرونة 500 جرام ب 19.75 قرش. معكرونة طويلة 500 جرام ب 35 ليرة. من باشيفان جبنة موزاريلا مبروشة 125 جرام ب 44.5. صراحة أنا أفضل أنه تجيبوا الجبنة أنتوا وتبرشوها، أفضل وأحسن، تعرفوا شو يعني حاطين بجبنة، يعني بتجي أضمن وأحسن، صحية أكتر للبيت. أصدقائي، هون في عنا كمان أنواع مربيات 250 جرام ب 39 ليرة و 75 قرش. هاي المربيات السكر فيها 55% سكر طبيعي، وفيها بذور الشيا، بقلب المربى في بذور الشيا. خل ابيض 2 لتر ب 27.5. بسكويت ساده من اول كار 800 جرام 49.5. دبس الرمان 100% طبيعي 340 جرام ب 44 ليره و 75 قرش. مانتي هي عجين محشي بقلبه لحمه 500 جرام ب 17.5. اندومي عدد 10 ب 49 ليره و 75 قرش. صوصات للفطور 300 جرام ب 27.5. زبادي من إيكير بروبيوتيك فيه بكتيريا نافعة للي عندهم عسر بالهضم 900 جرام ب 44.5. عيران 1 لتر ب 24.5. ميلك شيك منتج جديد بماركة البيم من ماركة إتشيم، ميلك شيك بنكهة الفريز 190 ميلي ب 19.5. جرانولا بالكاكاو 300 جرام ب 34.5. الجرانولا هي فيكم تستعملوها للفطور كوجبة. هلأ المنتج اللي بعده هو ملح هيمالايا، هيمالايا كاياتوزو 400 جرام ب 15 ليرة. كمان هون عنا مشروب بروبيوتيك فيه بكتيريا نافعة أصدقائي، كمان بيجي بنكهة الفريز بسعر 18 ليرة ونص. زبادي 3% نسبة الدسم فيه، 3 كيلو ب 109 ليرات. أنواع جبنة تازة بتجي دهن بعدة نكهات 150 جرام ب 34.5. كاجو مملح 140 جرام ب 57.5. لوز 150 جرام 59.5. ميلك شيك بنكهة الموز ب 19.5. زبادي كيفر 1 لتر ب 47.5. زبادي كيفر بنكهة الفواكه 1 لتر ب 49.5.
من ماركة تشيم أيضا عنا عصير بيجي كمان بالبكتيريا النافعة بسعر 18.5. بار مكسرات مع تمر، هورما تمر 3 قطع ب49.5. شيبس ب19.5، أيضا شيبس سادة ب27.5. فستق حلبي 140 جرام بسعر 74.5. بوشار عنا سادة أو بالحد 100 جرام ب15. فستق مملح 160 جرام ب29.5. علكة 450 جرام ب49.5. أصابع بسكويت مغطسة بالشوكولا بسعر 42.5 ليرة، بيجوا 4 علب مع بعض. بسكويت جوفريت عدد 12 ب37.5. بسكويت جوفريت بنكهة الشوكولا فيها 5 قطع ب35 ليرة. شيبس دوريتوس ب29.5 ماركة داعمة. فستق بيجي هذا المنكه بيجي 140 جرام ب21.5. بسكويت هذا بيجي اللي بيعمل دايت فيه يستعمله، محشي باللبنة فيه 3 قطع، 3 علب يعني، العلبة الواحدة 60 جرام، الثلاثة ب24.5. كمان هون عنا بار بيجي بالمكسرات أيضا 4 قطع بسعر 24 ليرة ونص. كراكر بسكويت مملح 3 قطع ب28.5. كاسة فيها قطع بسكويت محشية بالشوكولا 110 جرام ب24.5. أيضا بسكويت مارشميلو بنكهتين بسعر 29.5. بسكويت أيضا بالشوكولا 3 قطع، هو كيك محشي كريمة الشوكولا ب29.5. كمان بسكويت من ماركة أولكر بسعر 14.5. بسكويت جوفريت بنكهة البرتقال 110 جرام ب17.5. لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، بدي اتشكركم على المتابعة الحلوة، انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.